ماريا هي عاملة في قطاع الصحة المجتمعية، وهي تعمل على تفقد العديد من المصابين بكوفيد-19 في مجتمعها. يمكن للمصابين بأعراض خفيفة من كوفيد-19 أن يعزلوا أنفسهم بأمان في المنزل طوال فترة مرضهم. سيساعد هذا ماريا على توفير الرعاية للجميع. لا يمكن لكل من يصاب بكوفيد-19 أن يتلقى الرعاية المنزلية. كريم مصاب بكوفيد-19، ويجب على ماريا أولاً التأكد من أن حالة كريم مستقرة ولا يوجد لديه أي علامات خطر. إذا ظهرت عليه تلك العلامات، يجب على ماريا أن توفر له الرعاية في منشأة صحية على الفور. تتضمن أعراض الخطر الشائعة صعوبة في التنفس وألما في الصدر والشعور بالارتباك وغيرها من الأعراض الحادة. سيكون كريم أيضاً أفضل حالاً إذا تم وضعه في منشأة صحية في حال كان عمره أكثر من 60 عاماً، أو إذا كان لديه مشاكل صحية من قبل مما قد تتسبب في تفاقم مرض كوفيد-19، أو إذا كان يعيش في مكان يصعب فيه عزل نفسه. ولكن لا شيء مما سبق ينطبق على كريم، حيث إن لديه فقط أعراض خفيفة وزوجته قادرة على الاعتناء به حتى يتعافى، وذلك يعني أنه بإمكانه عزل نفسه في منزله. تخبر ماريا كريم أن يسجل أعراضه ودرجة حرارته مرتين يومياً صباحاً ومساءً. يحتفظ كريم بسجل مكتوب لمدة 14 يوماً بدءاً من اليوم الأول لمرضه. تتأكد ماريا من أن كريم على دراية بالأعراض التي يجب أن ينتبه إليها. سيساعد هذا كريم على متابعة المرض ومعرفة ما إذا كانت أعراضه تتحسن أو تزداد سوءاً. أعراض كوفيد-19 الأكثر شيوعاً هي الحمى والقشعريرة والسعال الجاف والتعب الشديد. تختفي معظم الأعراض بعد حوالي أسبوع، ومع ذلك في حال استمرت أي من الأعراض في التفاقم وبدأت تظهر عليه أعراض تحذيرية فعليه طلب الرعاية الطبية على الفور. تتأكد ماريا من أن كريم يفهم ويعرف بمن يتصل إذا ازدادت حالته سوءاً. يحتاج كريم إلى عزل نفسه لمدة 14 يوماً على الأقل بدءاً من المرة الأولى لظهور الأعراض عليه، وبعد ذلك إذا لم تظهر عليه أي أعراض لمدة 3 أيام على الأقل بعد توقفه عن تناول الأدوية يكون قد تعافى تماماً وبإمكانه العودة إلى حياته الطبيعية. ومع ذلك من المهم أن يستمر في حماية نفسه ومجتمعه عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة 2 متر على الأقل، وارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة إذا تطلب الأمر ذلك. حافظوا على سلامتكم، احموا مجتمعكم، حققوا فرقاً.